جديد، حياكم الله جميعا، اسعد الله صباحكم. معظمنا يسكن المدينة لأنها تتيح لنا فرصاً أكثر من غيرها في كسب الرزق والوصول للخدمات، ولأنها تقربنا من الأهل والأصدقاء، إلا أن قدرتنا على الوصول لهذه الفرص وهذا القرب المرجو يتوقفان على قدرتنا على التنقل داخل المدينة. تواجه دولاً كثيرة ومنها الأردن تحديات كبيرة في تيسير الوصول للخدمات لكافة فئات المجتمع داخل المدينة، مما يؤثر على الحراك الاقتصادي والاجتماعي لبعض مكوناته. موضوع حرية التنقل والوصول للفرص سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هو موضوع أساسي وحيوي لأي دولة في العالم، خصوصا للدول اللي تكثر فيها فئات المجتمع المهمشة، سواء كانوا نساء، كبار سن، ذوي احتياجات خاصة، لأن هاي الفئات بحاجة أنه تطلع من دائرة ودوامة التهميش والفقر اللي هي عايشته، فبحاجة أنها توصل لهاي الفرص عبر منظومة نقل عام تحترمها، قادرة أنها هي توصلها، قادرة أنها تركب باص توصل لعملها، توصل لمدرستها. لكن طبعا كل دولة قدرتها على توفير منظومة نقل عادلة لفئات المجتمع تتفاوت، تناسب مع قدرة الدولة إنها تحمل هذه المنظومة. وفي الحالة الأردنية بشكل خاص، فإن منظومة النقل العام تلك تواجه تحديات عديدة على مستوى تقديم الخدمات للمجتمع ككل. في عديد من المشاكل بيواجه النقل العام، ومن ضمن هاي المشاكل اللي هي الوصول لشبكة النقل العام أولاً، ثاني إشي كمية الأمان اللي بحس فيها الشخص للوصول أو استخدام وسائل النقل، ثالث إشي نوعية وجودة الخدمة الموفرة في النقل العام. هلأ بالتأكيد هاي النقاط ممكن تكون مشتركة بين مدن مختلفة، لكن إحنا بعمان بنواجه فيها مشكلة حقيقية حاليا. هلأ المشاكل في النقل العام بالأردن منها هيكلية ومنها في أنماط التشغيل، بس المشكلة بالأساس هي أنه النقل العام على مدى السنوات ما كان أولوية، وصار في انحياز لاستخدام السيارة للتنقل من المستخدم ومن صاحب القرار، يعني البنية التحتية مؤسسة للتنقل بالسيارة. فمشاكل النقل العام اللي بنشوفها هلأ هي غياب في الأمان في بعض الأحيان، النقل العام مش مريح، المنظومة بالكامل يعني مش بس الباص اللي بنركب عليه، فيش موثوقية، يعني ما في جداول زمنية المستخدم بيقدر يعتمد عليها، في غياب للمعلومة، يعني ما في خارطة بيقدر يستخدمها المستخدم، ما بيعرف إمتى الباص بده يجي وإمتى بده يروح، ما بيعرف إيش الباصات اللي بتخدمه. يعني معظم الناس اللي بنشوفهم اليوم تستخدم النقل العام هي ناس مجبورة أنها تستخدم النقل العام. وبالإضافة لتحديات النقل العام على مستوى المجتمع ككل، فإن بعض فئات المجتمع تواجه تحديات إضافية نتيجة لاحتياجات النقل الخاصة بها والغير مستوفى من قبل المنظومة الحالية. مدى استجابة الدول ومدى استجابة منظومة النقل العام لاحتياجات هاي الفئات المهمشة وتمكينها من أنها توصل للفرص وتخرج من دوامة التهميش اللي هي فيها، بيعتمد بشكل رئيسي إن لم يكن بشكل مباشر على تقليل مجال عدم المساواة والتمييز، وتحديدا التمييز بين الجنسين. موضوع احتياج المرأة لنقل عام يختلف عن احتياجات الرجل للارتباط العضوي والمباشر بين الأدوار الاجتماعية للجنسين، أدوار النمطية كمان بدي أحكي للجنسين، واحتياجاتهم لأنهم يلبوا هاي الأدوار. للنساء
النساء والأشخاص ذوي الإعاقة احتياجات خاصة واعتبارات خاصة لا تقوم شبكة المواصلات العامة ووسائل التنقل العام بمراعاتها. أثبتت الدراسات أن المرأة تتنقل بنمط مختلف عن الرجل، فهي تقوم بتلبية حاجات المنزل وبالقيام بأكثر من مهمة خلال المشوار الواحد خلينا نحكي. أما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة فكل إعاقة مختلفة لها متطلبات خاصة يجب توفيرها سواء في البيئة المبنية وفي الأرصفة ومحطات الانتظار بالإضافة إلى داخل المركبة بحد ذاتها. ورغم كثرة التحديات التي تواجه النقل العام في الأردن إلا أن هناك جهوداً تبذل حالياً لتحسين جودة الخدمة وتيسير الوصول لها وزيادة الأمان في استخدامها سواء في العاصمة عمان أو في مدن أخرى في المملكة. على المدى القصير والطويل نحن نرى بوادر تحسن في تعزيز منظومة النقل العام في الأردن، مثل ما نرى أيضا في موضوع الباص السريع في أمانة عمان، وأيضا ما رأينا بمبادرة مع النصل، هي مبادرة انطلقت من المجتمع المدني عندنا في الأردن واستطاعت أن تسخر التكنولوجيا الذكية في وضع مسارات واضحة للباصات. رأينا أيضا تجربة ناجحة لباص عمان، والآن نرى في إمكانية تعزيز وزيادة عدد الباصات الحديثة التي تزيد من راحة المستخدمين، وأيضا موضوع الراحة والنظافة ومدونة السلوك للمشغلين للباصات، ووجود أيضا أنظمة رقابية ذكية تشعر المستخدم وخاصة النساء بالراحة في استخدام هذه الوسائل. ولكن لإحداث التحول المرجو في شبكات النقل الأردنية بشكل يخدم المجتمع بكل فئاته، فإن الكثير من الجهود لابد أن تبذل، ليس فقط لتطوير الشبكات ولكن أيضا لمراجعة مدى شمولية الخطط الحالية لجميع فئات المجتمع وإدماج هذه الفئات بشكل أكبر في عملية صناعة القرارات المتعلقة بالنقل. لو منصمم المدينة لأكثر الفئات المهمشة، نحن فعلياً عم نصمم المدينة لجميع الفئات. يعني إحنا إذا منصمم المدينة لذوي الإعاقة وبتكون صديقة لذوي الإعاقة، نحن فعلياً عم نفيد جميع فئات المجتمع، عم نفيد المرأة، عم نفيد الرجل، عم نفيد الكبير في السن. فهذا هو الأساس لازم يكون، بس نحن نصمم منظومة نقل عام لازم نحط أكثر فئات مهمشة على رأس الاحتياجات ونصمم المدينة على أساسهم. إلى الحلول التصميمية والتخطيطية التي ممكن أن نضعها كمخططين حضريين، هناك العديد من الحلول الفنية والسياسات التي ممكن من خلالها مجابهة المشاكل التي تتعلق بالنقل العام. من أهم هذه الحلول هي خرط الفئات المختلفة في صنع القرار، جعلهم جزء من هذه العملية، وأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي يمرون بها وبالتالي سماع آرائهم وجعلها جزء من الحلول التي ممكن أن نقدمها كصناع قرار. من ناحية أخرى يجب خرط هذه الفئات ليس فقط في وسائل النقل العام كمستخدمين ولكن كمشغلين وكأشخاص يعملون في قطاع الصيانة، فأن يكونوا متواجدين في المراحل المختلفة للتنقل العام ولشبكة المواصلات. وجود السيدات في عملية تصميم السياسة جدا مهم، لأنهن يفهمن التحديات التي تواجهها السيدات وأيضا الشرائح الأخرى قد تكون المهمشة في المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم. في بلد يسكن أكثر من 9 أعشار سكانه المدن، فإن سهولة الحركة في المدينة تصبح عنصراً أساسياً للحراك الاقتصادي والاجتماعي لسكانه. ولذا فإن المدينة إن لم توفر القدرة على الحركة بيسر لسكانها بكل أطيافهم، فإن ما يتبقى لبعضهم قد لا يتعدى ازدحامها وضجيجها وغلاءها.